جلسة التأبين الأممية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه جاءت بمثابة تكريم جديد لسموه رحمه الله بعد وفاته، وذلك عرفانا بدوره الكبير في مجال الإنسانية والسلام العالميين. هذا وقد رد العالم التحية من خلال أكبر منظمة أممية للأمير الراحل قائد العام الإنساني طيب الله ثراه في أكبر تجمع دولي ليقول العالم أجمع كلمته شكرا صباح الأحمد. العالم يقف إجلالا واحتراما في منظمة الأمم المتحدة للأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مؤبنا الأمير الإنسان تقديرا لدوره الكبير في الإنسانية والسلام العالميين. قامت الجمعية العامة في هذا اليوم 13 أكتوبر 2020 بعقد جلسة خاصة، وهذه الجلسة الخاصة كانت لتأبين وإظهار مآثر المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصبح. وكأني الآن أشاهد هذه القاعة عندما وضعت صورة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصبح. هذه الصورة التي شاهدها في الحقيقة جميع العالم، وهذه الصورة التي سوف تكون في الحقيقة في قلب كل كويتي وكل قلب كل مسلم. رؤساء يتوفون، رؤساء دول لا يتم تأبين لهم، ورؤساء من دول كبرى لا يتم، ولكن هذا الشخص في حقيقة نتيجة للمغفور الشيخ صباح الأحمد، نتيجة لأعماله التي قام بها، ونتيجة لدوره في الأمم المتحدة، ونتيجة للسلام والإطمئنان، كان تقديرا لحكومة الكويت وتقديرا لشخص المغفور الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصبح. دقيقة صمت وقفت فيها الدول في أكبر تجمع عالمي تأبينا للأعمال الجليلة التي قام بها الأمير الراحل طيب الله ثراه، خاصة فيما يتعلق في مساعدة الشعوب وإغاثة المنكوبين، في مشهد يجسد رد التحية للقائد الكبير. كان قائد استثنائي بكل شيء، بابتسامته وتفاؤله وبخطاباته اللي دائما تحفز وتدعم الشباب وتدعم المواطنين وتأكد على اللحمة الوطنية وعلى التسامح. وكان أيضا استثنائي في دبلوماسيته، وكان استثنائي أيضا في حكمته وفي السياسة الخارجية. طبعا الأمير الراحل تم تسميته قائد للعمل الإنساني أو قائد الإنسانية، هذه التسمية لم تكن يعني من فراغ، هو خلال سنوات طويلة كان يسعى إلى السلام وإلى العمل الإنساني وإلى مساعدة الآخرين. شكرا صباح الأحمد طيب الله ثراك، العالم ممتن لجهودك التي لا يمكن أن تنسى. هكذا جسد ممثل دول العالم تأبين الأمير الراحل في لحظات أكدت الوفاء العالمي لقائد العمل الإنساني. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.